تلات جوايش في 2 جنيه يبقى ب6 جنيه، والخلخال 3 ريال، والحلق 6 ريال، والدلايتين ب12 ريال، يبقى الحسبة كلها على بعض 10 جنيه وريال. مش شوية يا سعلي؟ خلاص قدامكم السادة، إن جاب أكتر من اللي أنا قلته يبقى لكم حق. هات يا سعلي الفلوس هاي. عناية يا ست ريا. الله واحد ومش تاني. اديني منابع ريا خليني امشي. يا اختي انت مستعجله على ايه؟ ما تستغري لما نقعد. دماغي هتنفلق. عاوزه اروح ناخد لي كاسيني عند البيوم دماغي. اني ما نمتش طول الليل. عملتوا ايه؟ بعتوا الحاجه؟ حابس انتوا طلعتولنا منين؟ إيه؟ معلش اصل الرجاله دكة ما معناش حتى بل رقنا. صوري مفيش راجل من دول يحتكم على مليم احمر. قطعوا قد ايه الباشا؟ امال عبد الرزق فين؟ هو انت يا وليه مش هتبطلي المدعوء اذا بتشربي ده ليل ونهار؟ يا اختي اقعدي خدي لك كاسين، احنا عارفين الليل من النهار، هي كلها ايام سودا ومنيله ب60 ميله. ادينا بنعافر في وقف الحال ده اللي مش باين له اخر. اديكي شايفه القهوه الهوا بيصفر فيها من قله الزباين. امسكي خدي دول من اللي عليا. يا بنت مش قصدي، ماني عارفه الحال من بعض والغم على الكل. اصل عبد العال عطر على شغلانه وبياخد منها يوميه كويسه. طب ما نقفلوا القهوه بقى ويشغلني معاه. يا ريت ما بيشغلوش نسوان، ولا كنا رحنا انا وانتي. قوليلي اختك ريا وجوزها عاملين ايه؟ اهو الحال ملطش على الكل. عارفه يا بنتي يا سكينه، اني لو نلاقي راجل عدل ومش داخل على طمع كنا نتجوزه ونسيب له القهوه يمشيها ونريح نفسنا من وجع القلب ده. اله يبعد عنك ولاد الحرام ويبعت لك اللي يريح بالك ويسعدك. اشربي يا اختي اشربي. يا وليه قلت لك مش كيفي. شايف يا نص ولا اتعميت في نوادرك؟ شايف سكينة راجعة ومحملة ازاي؟ منين ده كله؟ سرقت ولا نهبت دي؟ اوليه يمكن ربنا فرج عليها. منين؟ هي السما بتشتي فلوس؟ دي مش لاقية اللضا. يا اوليه قطعت الارزاق، مسيرها تيجي تنفعنا. ما انت طول ما انت قاعد على بابها كده مش هيجينا الرزق يا نص. اعترض بقى على خلقة ربنا. يا نازلة بنت يا زازة.